بين ذي قار ونينوى تتعدد المشاكل وتختلف الأولويات بالنسبة للمرشحين، وهذا اللي راح نعرفه اليوم بين المرشح التشريني الدكتور علاء الركابي والسيدة هدى جار الله داود. بالنسبة لعلاء كامل جبار الركابي فهو من مواليد 1974 بغداد، لكنه يعيش في مدينة الناصرية منطقة الزاوية، حاصل على شهادة البكالوريوس في الصيدلة وعنده دبلوم عالي في الأدوية والسموم، ويعمل حالياً صيدلاني استشاري في مركز استعلامات السموم بدائرة صحة ذي قار. بتظاهرات تشرين التحق الدكتور علاء بالشباب وأصبح من قادة الحراك المهمين في الناصرية، بعدها أسس حركة امتداد، واليوم هو مرشح عنها بالدائرة الأولى بمحافظة ذي قار وتسلسله 26. برنامج الانتخابي يتركز على تحقيق مطالب تشرين وأهمها تعديل بعض مواد الدستور وتحويل النظام من برلماني إلى رئاسي، وأيضاً انتخاب المحافظين باقتراع سري وإعطاهم صلاحيات لا مركزية أوسع، كذلك العمل على متابعة الأموال المهربة واستردادها وكشف ومحاسبة قتلة المتظاهرين وتعزيز حرية الصحافة وغير ذلك. أما المرشحة الأخرى فهي السيدة هدى جار الله داود، مواليد الموصل وتخرجت من كلية التربية بجامعتها عام 1980، عملت في التدريس من سنة 1990 حتى عام 2014، بعدها عملت في مدارس النازحين في أربيل. وفي مشوارها السياسي رشحت السيدة هدى في انتخابات 2018 وفازت. سيدة هدى مرشحة عن تحالف عزم بالدائرة الثامنة بالموصل وتسلسلها 42، ويعتمد برنامجها الانتخابي على تحقيق مطالب أهالي نينوى الخدمية، خصوصاً الدفع بعجلة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في نينوى. كذلك ركز برنامجها الانتخابي على الجانب التعليمي وبناء 1000 مدرسة جديدة في نينوى وتثبيت المحاضرين المجانيين. مرحباً بضيوفي الكرام ومرحباً بكم مشاهدينا.